أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي ما هدي سوي هدي المركلة هوذا أنقص والله بنا أنقو وناك سفرين حميد سكرية بينا إلهي سبحانه وتعالى كبر إدمانتي نكو وكو انتفاعة إلهي نونا قد يقو. طبعا حلقة ما أنت وحكو صاحب سنتهي دور قيب دعاء يو مهد علين إيه نسيحة با. طبعا انطلاقا من حديث كي إمام مسلم دار تميم له النبي عليه الصلاة والسلام الدين نصيحة، قلنا يا رسول الله لمن؟ ولكتابه، لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين وأئمة المسلمين وعامتهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. مركو هوري اسبدل أودن ككل عي اسبدل كاس وحاو رجيني لله سبحانه وتعالى وحي واجب كنصهر وحي تهي إن اسبدل كاس أن أدعينه ذات كمامل كاس قبنايا إلهي سبحانه وتعالى إنه وافجيه وحي حقه محايا لي أن ودن كمرحلة بضن صومري وحاعدن ونقت مركزتا إن رجرنا حتى حلقوين بضن كشيغن هلكان إنه ذات صومالي ذلن بأي كرسي قاس أي ودرادين أيان تاسنا مركز أي سبب كرتو ببالت ودن كإنه هكا دعو مركو حان نوها بون مركزتا إنان سكود عينو كدبنا أن سكون نصيحينو مركو حانو دعينينا مامو الكاس عصب يميد وحي خيرك إلهي نوافجيو. طبعا انتان حلقوين كان انتان لدوراني دور الشادة سيادة سعوتان هل كان وحكا ليه جرني إلهي سبحانه وتعالى ولو أمورنا خيارنا داد قير حكم كنو قليب إلهي أساق قرنايو ولقيا با إنه خير كو كجور كوان هدي أي نفطه ذي أي هرقربين مرك خير كاس أن كدو عيني أيام ولي كسي دو عينينا وعلينا إلهي سبحانه وتعالى إلهي توفيق داس أمد داس كي كمامل كان عصب وأحمد أفر سنوي وحي تهمال بري أي دمان إيسا مد أمد خير وضع إلهي سبحانه وتعالى نكرهو أي أمد كي كولي بانتو إلهي نكرهو. سيدو كره سيدو انطلاقا من حديث النبي عليه الصلاه والسلام من لم يشكر الناس لا يشكر الله ذاتك عندك شكرين ان الهكم شكريا وحال كان اسن امهد علينا راي مدحويني هره ان او حلك سي نبد اه كو وريجيه ان وحو قفك مسلم كا وحيابان كبقيني او مركزت ان كدغين وحي اهيد امتاس اني فوضى غشوا وعلى الأقل وحيبان كفانين وأفريكا أنك قدوونها وعربتا أنك قدوونها مدحوينية إسبدله هذا كورن هل كان كشيغي وحيبها صوماليا أصل كواها ودتك إي ألقيها بين وحير أكتوذ كيهين إن بلانت لالكتي وآها إن أفر سنة كدب بقفل دورته وجانب إيجابية أما ومدمت وبوستيفة أما وحل وآدي وناكسوي وإلهي نسيي نعمي كميتاي إن قف وجان هاي وقف ككل سين نبض ووريجيو رغم هلا هلها انقلابيو يحوق يحبا دعه نعم هذا صدق مدريم كران أمنجا استقرار ك أو حلق لو كلو وريجو بس قف كنفتي سو حكيني سائنو ووجادو إنه حلق كان وكو أمانة كوت هاي ما أنت كان لودي ببري أفر سنة كدي من لقى قاضي كرو إله يقف كلا دوري كرا كان جوجان سيدو كلا وكو كو قوقين وكو كبرين وناك وين وين هلك ووحيابين رجال بيت كأمنك استعرار كوهنا وحقهم كإني مربى فترة قف إكوري جيان من آدنك قفوا كدع كرا حاكنك وكدع عيا رئيس فرماجو أبا وحن واقبي وحن واقو عياري سيدة كان لفت يسلو قف لنا وحن نوقفتو وحن وقع عياري كرا لكن أنا كشعبي وحن الدنيا وحن لقو عياري نكسحنو وحي كالو وناجين إن لقو مهد عليو سيدو كلو حلو مهد علينا رئيس وزاره روبلي حقيقة ودنك أسوغو ميل قرق مراي أقفك هذا حقيقة ددك أي شيء دباتوي ودنك أيو لكلا التاقيني هاي وعيدا ما ليس كسو بحسدي أيا لقو ريجي دورة شاد أريمي هذي ميل في عنو دقي ما أنت
أسألنا وحلينا جزا الله عنك جزا الله إلهي كأب المريو إن الأمد كلبت بادي سي إن ولوحا أقسم هذا علينا أسألوا عن سو شرحين وعن دهين أنا قلنا أنت عن أركي جرني رئيس وارزار كرستو ومدحوين سو لجو هم قريا قلي جروح ودي جروح أسر حيا لكن الرابل وحو كهر مريدان تا نفتي سيقفك أسو ضمع بناتك قلي هدو يري اسم شرح حي محادة حي هدو اس شرح لها أنا إن دورشاد نسيه ما أهان لهن أما على الأقل قفك النفتي سيو إحلها ولا سجى هوش وضع لو آمني إن محاو حلو قصة قاعدة فرماجو حيهد إنه معارض كي يوصل نادان دورشاد وإنت أصلا وحنا كهد لقيت لنا مصلحة بس كأنه واقع أساس وقادمون مركز أصلا وحلينا جزا الله عنك محايا ما أنت أمد على الأقل استقراري كجرتا واكو هسا مدحويني هش اسمه هاد عليناي واكو هسا اسبوقناي ومدحتو اسكول تقاي إن حلينا هايقنا إن جزا الله عنهم إني أمد داس اللوترو أنت أصلا كان كسو بحو وهي تاني يدعى ذي يو مهد علنتي با إخواني نصيحة عامة عامة المؤمنين مركو هروا حاو نصيحين إنا سيدو نبي الشيخ عليه السلام أئمة المسلمين وعلينا محمود حسن مدحوين محمد حسن محمود حسن الشيخ محمود وعلينا اتق الله في الرعية لا تكهت إلهك أقعص مسؤولي دان إلهك ودوري لو رجير هالك حانك الشيخنا إلهي ملكي قصاب بحية لعق نين له أما العق نين بحيي أما نين قبيل وضعته النبي عليه السلام حديث وحكوليه لو استمعت الإنس والجن على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا ما قد كتب الله لك إله باكو قري إن شاء الله جانسا للوسي ولغا قاضي ولغا يابا قفاء قشين لغا قاضي وإلهي كسو عانانتي وما أنت لكو قسو عليناي وما داسو أمود مسلمين وحقو مهم سنة إلا لنسى دينتو ذاهات وحقو مهم سنة حي الدين إلى لنت هذا ودنك إلى له تذا ما أنت نام وحيكفي كران كلي ودنا لقطة إيوه وحبا لقطة ودنك وحال قذنا أمرك الدين إجرنا ودنك لقذن كره لكن أمد أنت الدين أكو لقوا هايو علينا اتق الله دتك إلهي سبحانه وتعالى إحنا كوا جربك لو كود دعيني لكن مسؤولي داس أقوم محمد هذا وقسي إن دامو النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وحده وشلاي إيوه حواي قصار وحكسو أدي أمد والرجال هل كان كدقني عندها نور سياسة الدمر كي عرورته يقولون كان سوشيال ميديا هلا إلى عليه سياسة كبت معها وعدد عايتماي وعائلة برشان سنة عايتماي أي مثحوين أطه وجو مثحوين هو ذاته كوضع معارض كا كوضع حن كوضع قمر ذا عباي كوضع لهم مدة مسؤولية كاسارا دين تنو كوي انتهي وبلد ودن كان وكوي هي كوحير أو مامول كشاء كوح وكوي يا ودنك تذكرني لا أصلنا تو عيله عدالة سكوي ديو أيام كقدر دار منا تفاصيلش ما قلينا تذا ما أنت أنا وحي كل يوم ما دحين الله نصيحي وحس حقبته حس حقبته تفاصيلش هسوق كله وعلى غياب أنا كور ارتدب ما أنت أنا ومضى نكست دورات وسوق ركول أنا نصيحة كور ذا كون نصيحة كور ذا وعلى غياب أنا ور ارتد نصيحة هذا سوق كلام بنانا ما حد عي حل هذا ولا هذا مستشارين على هذا هذه أمن تهدد كالات عليه هذه عيدا تهدد كالات عليه كواس أولا فينا مسؤوليه هذه قالوا ويدنيا لكن تدخلت لي واهيستها لكن دت كان كله ولذلك دتكو عليها حتى دتك لا تلياش وح كجرة كو شمسنا كلها هي توجتها ما أنت نقولها وكون الصحيحينا ولا هي ليها مركا وحلاقيها بكلمة الحق يراد به الباطن هذا لكن هذه أمور دتكم وعاء نقف قاعدة كرنقه قسمها هنا نصيحة كست قاعدة تدقيس تدمع أنت مرق أركض وحد لو قالت دتك هاد قوس عراي ودت دت منافع ربوي منافع دتك ربي اسكي لالي ومنفع اني ربان حتى قاركود نصيحه مركي قدبنا وحال غيا نصيحه منفع اني تبا صوت شل اساسا كوير اما كو من ربو ادو انو كو هذا السيو ويلا اساسا ايري ولله اي كاهم وحا صونن طلقات كيدا ايا لغا ربا انا نو كو دعين ان الله سبحانه وتعالى انو كو سقر وحا ودغي عامه الناس نبي عليه الصلاه والسلام واغو دنتي أبو بكر قاده واي نبي قادنت عمر رضي الله عنه أيا قاده واي نبي قادنت إلا النبي أبو بكر وكقر من برك ويراه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات نينك النبي محمد عابد جرو محمد وادنت ويري ومن كان يعبد الله فإن الله حي وباقي مركز وآيد وما محمد إلا قد قلت قبله من قبله رسل أفئي مات وقتل انقلب آيدا سو يكدو الأخري حول محمد وقف وآدنت وحاليه ورقف جعليسي فرماجو قير الله سيو أبالك وين أمضو قالوا حيث حولك إنه نبت كوريجي حقيقة
حيا لينك استكرسي وجعليها لكن ما موجن تاس حلينا هاي ورجي رجيم كوابحيا لك ودن كواباقي باقي ماذا حوينك استوابحيا أما تير بقى ودي منكر سواد منكرة لك واحد صهارة ودن كوي هداد موادن إهي ورودن كاس أنح كده كهذا كهذا سيل يسكون كلنا قلوبته ورقبيل كي يقرن كيس كده عفا حقوقن كهدا أقبت هبل قبيل هبل إنه حسن سي مصين إلهه سي هدا أقبت قحبل إنه حقوقن كسيس مصين إلهه سي إيمان كأجدب قنقو ما أنت محركة هدا نعرات كجاهلية بحنا يدي أكو أرنا في فيسبوك يدي نعرات كجاهلية قبيل هبل واي كاس وي كا مثلها يعني هذا هبل دو حقوقن كجلوة إسلامتي إذا فري مثلها وأسدليا أي دين هذا ورأس مسلمي هيد بس إسلامي ماذا ما لسك صدقتي حكم اتق الله ودنك وعوي مالك سوء اسبدل يا عجلة ذا استحرك هسنا فائدة كجرتها أنت عجلة ذا وريجيسو وهو فائدة لوجرة مالك استهل كان كشيء جرني وعن كسر جدني قف ما لسك فديه وكوقا أي كسر جدني حد هنا هل قال دور شذا سك كسر وقال وحسوا هنا ما هوش أطال دور ده ومهم سن حوي إني دورش عدي وعري جارسيس إلها وسخره حتى أنا كوكو هالمين المرك وحتى أنا عايتين إيو جوا ليس أم بلاهنو بره هذا ندت بنقصون قنين أذان صابون قناعي كو هادو هادو ما ملك كل اللي قوم أيدينا شعب من أيدي اللي لهناعي أنا كك هالمينو سأم جار لهن دورش داس وحرتة ومدة أو نصح أن أسقر قبسنا ورولا لا نهن مسلم نهاي تعليف القلوب كواجب نقطة منكر مرك أن أرجنو وحمان خمان كرنا عليك أن أقفك ممكن كجوجي لكن أنت ممكن كأرجل ملحوين يهاد حلق الأول رجنا طد إسك كعسينهم ونعرات جاهلي بحنا يان هذا الذي سقرا حتى ضد بدنا أضيال وملينينا وهذا الذي سقرا والله يابني ورساس معها سياسة ولذلك سياسة كبد ما إخواني قلبي جاي جعل حبيب الملايين ملايين والله يا أخي مارادونا ميسي البقلالة ملايين جعل عواطف الله تحس عواطف عواطف ودنا لقوه مقامي كرم قولي حتى عمر بقطع وعلو قولي حب حتى أنه سعود ما جعل كقولي قصب ما أنه كل سناد سياسة سير لهذا وعلى وحايا ما فيسبوك لقيك هنا ورمد داس ونحا هدي قالك كدن بينين ومد اللي سكو درر الربي وانا الربي دب إن العليو ودنك واهريا دات كان مدحتن ويتقيا كان هدو جوغا تقيا كي هور واتقي كو كورا كتقين برس كو آخر أتقي مارك عقليا وقبلجا يا عاطفة عرورتي دمر كلا سوك عنايو حد عي وحيابه نبي آخر زمان ككشة كميتها رواي بذا وحور دت عن سياسة شق كل هين قبل موسيقى تون ليش نن مالك عيار نن وشقدي إنه قمر عب أن قانين أو سلاد إنه تقدر أن قانا إنه فيسبوك صفر يستو ومد سكترة وقبل أو كعنايا وبكاسو سياسة كهضلي كان على كهضلي وحلاجة ورسياسة تساس معها سياسة ومصالح وسياسة ومصالح ما أنت ميلي جوكتا ما بري ميلي تريسا لكن وش منكر أرقنا ودنك وحد ما يواصل واصل أركينا حد لوجا أبي ليمل ولا قمنا أرتا لكن عاطفة أمد أكوها لجيس إسكيل عليه عاطفة وهو بيدوي وعجري حتى هير وحلا جاري يصدق بها الكاذب منك رلوج بين لوج هذا رون وشيء لقبة ما حد عي قبيلك عناية نين مسكين غير ميري جو تي في وفيرسان فيسبوك أو فيرسان نين محور قبيلك عناية والقبيل أمد ملقوه استكر ميزة وين إلا ذا هاي صمال هدا أنكسو قد بين قبيلك وحتى دورش هذا أول قبيل قبيلة هاد هذا قبائل كلا إسكوتي مركز فيرس هذا دورش هذا قبيل لم فيرين قبيل كان نين كان قبيل كيس عد كان نين كالكسي كان كالكسي وحوين ويا استثمار لو صمين كرو أنك هذا كرنا هذا كرنا ولا جانب إيجابي لكن تاس هذا ترى حير معاين كده كان إذا هيب القبيل كيس وكل أحد يدل واي ما ذحذي وقبل ذي وحير ما إنه كل عليان قبيل كين وأحد كانوا حورا هذا وذن كان القبيل كيس وإحنا ومضي هو قال قريدي أمر نسأل الله سلامة العافية إلهي وحن كبرين ودن كاس إلهي نون نبد باديو إلهي وحن كبرين وحي شر ودن كاس قوة إلهي نون نقفتو شركة داتك وضع وحي نقغنا داتك وحد اسكو دراي داتك مامنك هاي كلمة وحا إلهي كبرين ومداس مامنك داتك اللو ديبن إلهي سبحانه وتعالى إنو كو أسطرو سيدو مدحوين فرماجة وشي وحور حوكم كالا كو أسطرو دعك في أن مجرت إلهي وحن كبرين خير كاس إلى ودن كاس إنه نهجا محي ودن كدوها جاجو أنا كنا أيا يوروب كلا بنا أنا كنا لكن أنا أدا لغة أسكون دكنو لب كذا هذا أنا أنسوين لو قالت كده عمرك وقالت لعنة نارك سام وهذا إنه مرك قالت عند لغة أبينا ما لا مي كان قرابه ولا الكائن هذا كان مي كان نك جفكي سوى شيء اللهم أرنا الحق حقه
وارزقنا اتباعه الى حق حق انه تتال ودو عيستا محايا الوح بادل حق واركي كرتا داد بادن بادل حق واركين ومشكلوي بادل حق وارك مركا هدو حق وحلق هدو عولي مدحوينها ونسيحينا قاركوت كي هورن سو قلت قلت عيني كرين انا قد وقو نسيحين كرنا كان محادا كي هورن غلط كيز واشيق جرني كان واشيقين لكن انك كي هورن مدحوينها اسك امان جيرو مالو فريد مدحوينها اشي توقل هجري واحد هجري ما انت انو صوفر استودها دادا ونسيحينا اي عقلي هذا سيلك قادنا اننا شن سنة توقل هز ومشكلة واي مركا حدين حق مركو هرك هذل حق علن وهذل عدل مركو قف قالو هل كان صوفر يسو عدل ورنيو قف كاسا جرو ومده هلقا قبتده سي انا وشيق جرنو كالي هذا جيس نمي أسأل لهين نسي حدا ذا نمي وحاوم علينا يا إن وحتحسين حاسل إن قيسا نسأل السلام قدك تلفونك أيام فردونا إن شاء الله ذو قد كجور إن شاء الله ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ خيطة عرض كور الحمد لله أخي الحمد لله شيخ وحان ربي لبس سؤال عن ربينا كويتي تنكوات تنكواد هرتو حربا إنان كويديو أن زكادة وحواي أو ماريتا كميدة كميدة هاي واجبات كنصارا ماركا لعكتا أو محامكورا دا صحضة إح صالحان سوى مالي ضد بنا أكون لعكو شبتو هل ساني كسوريقه واساقجورا ماركا لعكتا صحضة إح كويديو تزكادة هرتو إنان نوشاك تاربا شايف كو كو تنلبات تنلبات نه tan labaadna qof aan macnaha oo haas ah oo waa hore guursaday oo ilaa hadda meel ku sheegin meel kuma sheego nolol iyo geeri toona marka qofkaas oo kale isna ka waran qaraabadeed ma yaqaan kale iyo arintiisa qaraabadeed ma yaqaan qaraabadeed iyo dadkeed iyo waa waa aqaan waa waayagna waa raadi ma yaqaan alaak ya gabadha soo qaraabadeed weli ku soo kooshal kuma darin ولا يغنى خلاص وافهم هذا الملك مش هو قرابة الملك ويدين محيرا قبل ما نغنى يري ماشي جرت ما يمكور قبلنا دينا اوكي واقرت واف دقيقة سؤال قاعد جواب سؤال دين عكلي ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الشيخ سولي بارك الله فيك واحد ربي لبس على انا كويديو تنكواد اخي تكرح وين شيخ واحنا عن علماء كو وغينا مسيحة تقصو بيرتي تاسوا مدى كو بعد واقرتي طلبات 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 last week سيدانا كل برهامش وكو صابسان سياسة هذا كوها ليسيد ايا واحد تراضي مدح وينها وعرب كان شلخصن مع هذا الكلب يو عرب كلا يو مقرايسا محايرة إن عدتك يهلا مدحوين عرب لا يا الدورن بعد على مقرات حسن الدورنا ما يا مدحوين عرب لا عرب لا عرب لا ها يا الدورن معناه نن أو حواس كيس وح نعم ها غف شك شك يا الدورنا بعد مركا شك شك مدين أنا وعكور نن دقول نن عرب لهين نن إلا هين شروط أو اختيار كي كنت هاي okay waxa dhaaday qof oo shaqsiigayo anaku saa u fahanay qof baad yaani personal attack ku sameeyay marka waxa kala dhaaday tayib siyaasadana waxa dhaaday dadka hore ku soo jiray sida gudoomiyihii hore oo Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Mursal iyo dadka hore ma soo noqon meel xun bay ku dambeynayaan dhaaday marka adey ma dadka dhanba anad dhaxeynaysay mise dad gaar ah ka hadlaysay marka labada su'aalood baan ku weydiiyo dhageys waa labada kaaga jawaab insha Allah دين عكلي ألو عدك هذا ضعيف واي طيب علي ذا جر سؤالان كجواب ديبان إن شاء الله سؤال شكوات ولا لكو حوو يري زكاة المال كما هو نساب كيدم حوو ياي معيو ذا كانك العكو شفته ما يقانان ما يشي زكاتك بالآبانان طبعا زكاة شروط اللي ذا هاي وكم ذا شروط هذا إني نصاب إيجارته ترح معين إيجارته هذا اسمه إيجارته أي زكاة أي زكاة واجبية سه مركي لقى صوته سند إنه كسوريو ترى هذا مركزه على وحوي شن يستديت كلام قيمة هذا مركز توقف كرب إنه زكاة بحيو مالك أكانك كوجرو سند مركي لقاره
si aad u ogaatid maalka akaanka ugu jiro kama ku waajibtay mise ma ku waajibin dahabka weydiineysaa waxaa leedahay 85 gram imise weye haddii lagu yidhaha 3,000 haddii akaanka 3,000 ku jirto zaka waa ku waajibtay maalka sanadku waa kasoo wareeg nisaabkan waa gaartay haddii lagu yidhaaho 5,000 dahabkii 85 gram qiimaheeda 5,000 oo adii 3,000 ku jirto zaka lagama rabo haddii hata 4,000 ku jirto zaka lagama rabo maxaa dhacay inkastoo sanad kasoo wareegay laakiin waxaa ka dhiman nisaabkii aa dhiman marka meeshaas ayo 85 gram qiimaheeda ka bilaabanaya su-aasha kale wuxuu yidhi gabadha la waayey dabcan gabadha haddii la waayey waxaa ku wanaagsan maadaama ehelkeeda aad taqaan inaad furtid inaad iska furtid aa ku wanaagsan haddii muddada 4 sano ee gaarto oo qaali xukmiyi gaar weeye sharciga waxaa weye qofkii ikhtifaa laa axada zawjayn haddii la waayo waa inuu qaali u tagaa qofka maxkamadaa muddo qabanayso muddaas kadib fasqa ama waxaa lu xukma mayd oo xukman ina qofkaas geeriyato xukman inuu geeriyato markaasaa dhaxalkeedii waxeeda aa helaysaa haddaad qabtay haddii laakiin ay tahay ku ninkan sidoo kale wey asagana muddadaas qaaliga marka waxaan kula talinaa qaaligaas inaad ka dacweysid oo qaaliga xukun soo saaray kabacdi gabadhaas la xukumo inay nooshahay in kale markaas axkaanteeda la caddeeyo walaalka waxaa wuxuu leeyahay siyaasi maa isku bedeshay hadda ka hor waxaan umaleyna xalaqa halkan ka sameeyey waxyaabaha oo culimmada lagu raacdeesto waxaa ka mid a siyaasadda gala annaga siyaasadda eexad ugalayno eexashum ugalayno qof qofna kama jeclaysanayno laakiin inaan munkarka inaan reebno ayaa muhiimadiisa waxa weeye ninka caalimka ah ama daaciga ah inkaar munkar munkar inuu reebo munkarka hadduu siyaasa ku jirona inuu dabagalo waa siyaasada uu sheego marka laakiin soomaalida waxay iska yaqaanaan haddiiba ninka siyaasiga wax laga sheegay in siyaasada la galay marka siyaasadda waxaa wanaagsan marka anay wasiir doonto ama wasiir naqdo inay tiraa maxaa siyaasa u gashay culimmada oo wasaaradaha doontay kuwaas dhehe maxaa u gasheen siyaasadda kuwaas laftigood ragaa qabo inay galaan ay wax ka hagaajiyaan meeshaad wax ka soo sacaan xataa waa banaan yahay laakiin maxaa ugu hadlaysaa dee tahay munkarka siyaasadda ka dhacaya laakiin waxaa ka gabadha qaawan iyo kuwa qamrada cabaya kale iyo ka hadal ninkan oo wax hadaayo oo wax dhacaayo oo dad halaynayo oo dhiig galayo oo dadka dilayo ha ka hadla hadda ay dhahaysid haddaa siyaasad taas u taqaana taas ana siyaasa ugumu jiro waa laga hadlaya ilaa aakhir zamaanka waa laga hadli doonaa insha allah su-aasha kale wuxuu yidhi shuruudaan sheega aniga qofna ma cadeedin laakiin mid waan sheega waa ku saxan yahay oo ahayd gudoomiyihii hore magac ma sheegin gudoomiyaasha hore waxaan eray qofku markuu isduleeyo oo xaqa ka leexda maxaa yeelay 2 sano kordhisay saxiixin baarlamaanka hore dada arrintaas ka dambeeyey a shaqaynayay dadkiina maanta sooma naqanin maxaa keenay inay xaqii dul istaaga ay dhahan maya axdii aa noo qoran 4 sanaa halkan tahay haddii ku adkaysan lahaayeen xaqa ayidi lahaayeen qofka waa laga yaabaa inuu madaxweynaha la maro wata kusoo bixi lahaa laftigiisa laakiin xaqaas inay sheegaan aan ku qabsanna keliya saasaan ka wadnaa duleyn laakiin qof aan gaar u ataagna ma leh hadday nagu gaar nagu qaateen yarko hadalkiis waxaa ku jirtay saan u fahnay hadduu fahamkaaga akhii qaldan yahane oo saxsa kaaga qaadatane raalli ka ahaa cid kastoo fahamkayga qalad u qaadatane cudadaar aan gudbinaya laakiin ani waxaan ka waday xaqa inaan sheego kuwa hadda imaanaya maamulkaanne saasaan u sheegi doonaa nasug ilaa iyo qalad haddaan aragnay insha allah qadka telefoonka halow halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh usuuli waa cumar cabdicali kala soo hadlaya koonfur africa tafadal akhi sheekh usuuli waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aal ku saabsan soomaaliya xaggeeda waa gart hadda ka hor waxaa imaaraadka laga qabtay lacag dhan adiga 9 million oo 9,000 oo milyan lacageh oo si qaldan oo corruption ah oo waddanka in lagu fadreeyo loo soo geliyey lacagtii marka dowladdii ayaa xakamaysay bankiga dhexe ee soomaaliya ayaa la dhigay naam lacagtii maanta waxay noqotay in lacagtii lasoo bixiyo oo faraha laga saaray imaaraadka haddana waagar marka siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaan u dooranaa annaga inay waddankii macnaha wixii qaladaad oo wadamada shisheeye kusoo xadgudbaaya ay ka qabtaan mase inay macnaha wadamada shisheeye ay garab siiyaan oo waxay rabana laga samaysta annaga aqiisuaa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 
furan in wadanka wax ka ilaaliyaan waxa shay sax way laa lacagtan say ku baxday iyo meeshii aaday iyo waxa sheegaysid ma xaqaaqo baahanta hadda kor su'aashaas walay weydiisaa soo kale wax la sheegay waxa u baahanta xaqaaq marka waxa ku wanaagsan siyaasiyiintu weydiisaa su'aashaas dadka maamulka ina warqad u qortid aad tiraahid xal say ku dhacday adigu cadeema haasta say u baxday say waxa loo bixiyay halkay ku baxday waxaasna aad weydinaa xaqaa u leedahay in shacab yahay dhinaka lalow
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أصول وأكو سلامي. بارك الله فيك. إن وحاربا آل سؤال إنا كويتية. إن شيخ وحاكا ورخبتا تلكين الصومالي يرتوحوا قال الدور الشو وعال الدور تمدحويني. إن مدنا حس الشيخ محمود. إن وحاربا إنا كويتية إن شيخ و محاهر تاغن مانتي إن ما دام ودن كينا أنت بدن دتك سوماليا دي هن بخل كي وبخل دت مسلمينا وهذا دين كلا إيشن كجيرين إن محاور تاين إن دين ت إسلام كلو رخاء قف كي قف دلنا للدل قف كي واحد أنا قعدت لا يجوي محاور تاين. طيب وسؤال مهم أخي جزاك الله خير. إن عكلا. طيب إن walaalka wuxuu yiri maxaa hortaagnaa waxyaabaha la iswaydinay weey een waxa laga yaabaa shacabka anaga hadaan xataa wax kamidna wax hortaagan anaga laftageen waa soo galeena een shariicada islaamka ilaa isku xukum laga ma marmo laakiin waxa la isku qalaafi karaa weyga lagu xukumaa hadda korna waan sheegay cid dhahayso xukun shariicada la isku xukuma karo ma jirto shariicada islaamka saalihatan likulli zaman wa makan waqt kasto iyo zaman kasto haalix waa in lagu xukumo لكن دتك حكومي لها يوحي لو حكومي لها مركو هادك دقم وإيمان دونتا مركي ون عد ون فوت إيه قارتو ويحي مركاس إن شاء الله حل وإيمان دونا لكن إلا هادا وحا هاي سنة يسكدو من حكوم أسكسي ابن كاسان كهلين كلي بارك الله فيك أخي إن عكال هلو السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن السلام على شيخ مركو كويت إن مقعي ومحام عبد القادر سعيد أو جوغو ودنك هولن een waxa rabay su'aalna ku weydiyo ku saabsan guur een saaxiibkayga wuxuu rabay inuu gabadh guursado oo wadanka la joogto laakiin waxa lagu xujeeyay qabiilku kusoo jeedo waxa kale ee sheekh arinkaas barakallahu fik waa kaga jawaab doona insha Allah dhinaca kale hello hello assalam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh شيخ سولي إلهي وك حافظ عدك خروق عاد أخي شيخ وحارب سؤال برامج شيخ بحسن أنا كويديو معناتها سؤال معناتها قفك سيغو عدك ما مقل أخي شيخ وحاك لا قفك سيغو بيهيلي كرو يستنجو كرو وحبر بلهم وكوري ساقا يستنجر إنو يستنجو دو ويساقاتو مدوكن كرو qofka inuu istinjoodo oo toqona maxaa ka hortaaga maxaa ka wada asiga waxaan filaya halo ha cid kor u qaad halo ha assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheekh halad kor alhamdulillah akhi ila ku barki muddo badan tv wa ka maqnaad in waxa rabaa inaan ku weydiyo laba su'aal tan kuwad hortu waxay tahay su'aal aad ii anfacday ee hadda kor aan ka dhawaajisay oo waxaa tiri qofka haddii aad aqoon u lahayn oo haweenna meel aan la baryin oo maxaa dhihi jiray safar aan la gelin marka wanaagiisa iyo xumaantiisa kuma sheekeyn karto ma waa sax Cumar ibn Khattab laga hayaa haa marka su'aashiis weydiinta mudana waxay tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam asoo asxaabo saa u dhex fadhiyo ayaa waxaa la soo mariyay yar labo mid marka midna waxa lagu sheegay wanaag midna waxa lagu sheegay xumaan nabiga sallallahu alayhi wasallam labaduba wuxuu yiri kanu waa waajib yartay kanu waa waajib naam een marka ummada oo nabi sallallahu alayhi wasallam waxaanu ugu tilmaamay inaan ahay marqaatiga dhulka marka su'aashii iswaydiinta mudan waxay tahay madaxweynaha hadda oo waqtigiisa dhamaaday oo xilligiisa dhacay waxa arkaysa in dad badan aad u taageeraan oo qarkoodna ay wanaag fara badan ku sheegayaan oo aad u jecelayn faan waa garta marka aniga maadaama aan la kulmin aanan meel wada jigin laakiin macnaha inta badan ma qofka adigoo TV hadda jirta adduunka technology la gaaray qofku wax qabanaya iyo qofka kale kullu waa la arkaa marka qofkaas oo kale hadii adigu la kulmin TV iyo ilaahay kuma darnaaday bulshooyinka dhan dhamaantiisa wanaag qarkood isku raacday marka aad jeceshahay aad taageerayso
markii dad badan oo dad meel ku wada jira oo dhaha ninkan wada jeclaan aysan jirin oo dhowr qofood qof walba ka hormooda kuley ninkaas waa wanaagsan, ninkaa waa wanaagsan yahay. Marka diinta maxay ka qabtaa midda koowaad, oo maadaama wanaag u wada khireen anaga dhan midda koowaad? Naam. Su-aasha labaadna waxay tahay inaad dhahdo qof hebel geeridiisa ilaah ima maqlisiiyey, mise ana aan ka hor dhinto, mise adi waalidkaaga ha noqdo ama caruurtaada noqdo, inaad si xaddaaf u jeclaato heer aad ku fikirto inaad hataa geeridaada taada ay ka hormarto, mise mar walba aad micnaha aad u jeclaato, iyadana diinta maxay ka qabtaa? Naam, labada su-aal. Barakallahu fiik. Dhinaca kale, alo alo, tayib qofkaas waa kan filaya. Alo, alaykum salaam waraxmatullah wabarakaatu. Shiik Rasuuli, maasha allah kusalaam shiikhuna, maasha allah shiikha keliya oon taageero waxaa tahay de mar walba xaalada dalka Soomaaliya wuxuu ku sugan yahay si waafiya uga hadla. Ilaahay ku barakeeyo dalkeennana, de ilaahay nabad ha nooga dhigo. Culimo badan waa arkay siyaasadda de ku milmay oo xaqa aan ka hadlin, oo markaas madaxda joogta dhaqaale ku taageeraya ama xilaha loo dhiibo ama si kale loo magacaabo waa xaqa aan bayaanin. Marka anigu waa arka dhowr mar iyadoo lagu eedeynayo, laakiin waxaan ku leeyahay kolleyna su-aal aan qabo maleh, xaqa marna waa ka gamban shiiqo. Waxaa tahay dadka dee dadku iskuyid maahan, dad badan oo ku jeclaa jira, dad badan oo ade ku dhaliilaya marka aragtid inaa wanaaga ka hadlaysa jira. Marka kolleyhogaan hore waa lahaa hogaankiina dee walaga guuleystay, dad badan oo yahay waa arka aniga dee taageeraya madaxdii hore, dee wixii ku taageerayaan kolley wax waa qabteen, waxna waa qaldeen. Marka anigu waxaan leeyahay dee madaxda dalka hadda la doortay xasan sheekh maxamuud madaxweyne fiican weeye oo dalkan horoor madaxweyne uga soo noqday, in la taageero, la garab istaago. Hadduu dhaliil yeeshaan, hadda wuxuu qaldana la dhaliilo sii kii horeo kale. Kii hore waxyaaba badan buu qalday oo uu ka mid ahaa muwaadin Soomaaliyeed oo annagoo kalaa buu cadow u gacan geliyey caruur badan oo waa gartay waqt dad kala telefoon ku jira insha allah. Marka shiikh aad umaasan tahay, jazakallah khair, barakallah fikum insha allah. Su-aalaha ka jawaaba, walaalku wuxuu yidhi gabar buu doontay, marka qabiil baa lagu xiray. Arrintaas ma banaan ikhwaani, qabiil la isku xiro iyo jinsiya. Inna akramakum cinda allahi atqaakum weeye, waa dhaqan dhaqan oo diinta fiir diinta iyo dhaqanka markay isku hor yimaadeen diinta la qaataa, waa iska hor imaanayaan. Dhaqamo badan waxaa jira waagii jaahiliinta jiray, laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam u baabiyey daca casabiil jaahiliya. Wuxuu ducuuha fa innaa mumtina, waa ureysa uu yidhi qabaleyda iyo marka ma banaano gabadhaas wiilka in lagu diido. Hadday taas jirtana ha u tago dad culamo ah magaaladu joogo, ayaga arrintaas xalinaya insha allah. Walaalka kale wuxuu weydiiyey dhagaxa lagu istinjiyo. Dhagaxa, nacam, dhagaxa waa kaafiya, wuxuu kamid yahay maxay carada waxay kamid tahay mutaharaadkay kamid tahay, waxay daahirisaa. Haddii uu najaasada qofka ku suuliyo waa ansaxaysaa. Xataa qofka haduu hadda waxaa tiraahda soo biyaha haystaa, soo biyaha haysanin qofka haduu dhagax ku sinjoodo oo markaas weysa qaato salaadiisa uu tukado ama uu gabagabayso salaad tukado, hadhow salaada suucin lama dhahayo, istinji biyo ku samey ee suucin lama dhahayo. Qolad kale wuxuu yidhi masalada oo ah qofka in lagu kulmo maxabada ee dadku ku kulanto. Nacam, fiiri maxabada mowtada markay tahay iyo qofka nool labay kala tahay inaad kala qaadato. Hadday waxaa soo dilirsatay meyda, soo dilirsatay meydka, wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaasintiisa la sheego, xataa xumaantiisa la qariya asalka ah. Nacam, dadku waa jeclaan karaan, anaga ma dhahayn qofku waaqac lama inkiri karo, qof waa jeclaan karaa. Hadday mithaal xun soo qaatay laacibiinta banooniga la jecel yahay kara, cilmo badan malaayiina jecel kuwaan banooniga ciyaaro sheedaanada ah, qalbiga qof caatifo wey, qofu raaci karaa. Laakiin qof kastoo raaca macnaheeda ma inuu xaq yahay. Mushkiladda dadka ay fahmayaan waxay tahay qalbigaagu qofku jeclaado inuu xaq ku taagan yahay ma aha macnaheeda, asoo qaldana raaci kartaa, balse asoo gaal ah oo kubad cayaaraya qalbiga la jeclaa. Dad muslimiina jecel, walidaalika jecelkaas dimi ma ahna, yuri ibn qayyim wuxuu leeyahy jecelkaas dimi maaha. Qalbiga kan oo laakiin oo ilaahay dartiisa ah oo qof oo gaal haddaa u jeclaatid waa dimbawd, inaad gaal saas u jeclaatid maaha. Marka jeceylka ayaa maraatib kale leh akhi. Marka dadka dhahaya hadda fiiri, ninkaas xumaantiisa lagu jamaacay,
حمانتي سو مدن كو جماعدي كان نين وناجي سو عمد كو علاذو حلا وايو قف أو قلاف تلا وايو دتك الجناسة ذم كل سو مرسي كل ود نين وناجي شجعان كان كلا وافق كان وافق لكن هذا إن 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 دتك هذا حكم كذا كم مثالي مدعويني هرا دتك أنا ما وضج علاين ما هي دتك أنا عباي دتك أنا ما وضج علاين دت بذا وضج عليهم ومعقول لكن دتك أنا عباي لقوم إجماعين مركب مثال كعمو دا إجماعة يو مخالف إنه هالكاس كقلدنية labo en qof kasta wanaag oo qof wanaag walay xumaan walay madaxweynihii hore wanaagna walay xumaan walay laakiin mushkiladna haysa anaga oo dhayne anaga ka faal qaadina dhahan oo aan dhahan warsaas qalad waa saas qalad laakiin dadka asaga jecla markas waa qarnaay walaalaka ayn qofka oo qofka oo isha wax jecelna markasta xumaanta ma aragtayda waa la yaqaan qofka xubbu kullu shay yu'mi wa yubsam ninka jecelku haddu waxaad u jeclaado حق حقدر هذا إسكان أحد يرسمه إن لا أنا كنا عيسو سيد السقناطي تاسوة قلت كأ لكن أساس لو جعل كريم ولا كي هو أساس إنه ولا خفق عواي بنادم وإيجاب وحولي حمان يوناجا كنا عايو معصوم ماها نبي ماها حمان تيس إن الشيء كرت الجيس نبي ذو حواي هذا يقول لجرو خفق إن الشيء كرت حمان تيس هذا يقول لجرو هو ليس وتعير سنة حمان تيس شيء لكن ما هينو ولذلك هذا حكي أنت اللي روا الاستدلاء ناقع فورن هذه مركور اللي قديلا الماسي رصاصكم العين مركو وعندنا متى كلا عالم هذا حنكون جرنا وحقائق ذا الإقلاب اللي قديكر حقائق ذا اللي قديكرة نينا جيس هنا جيس اللي قديكرة ما أنت سلوغوب نين وفلو يا جيس اللي قديكرة توق أقع على قديكرة وحاي مت عالم مضلل تلفزيون سلا في رصدا أنت نينا كسو هذا تبغى بقول قف هدي سو هذا شو oo ninkan le amaantisa ay sheegto xumaantisa ay sheegin dadkan aan caatif galeeso waa qaada karaan laakin dawladdu waxa lagu maamulaa waqaaci laba laba ku dar afar inay ahaato way maxuu qabtay isbitaal maw dhisay ma bridge maw dhisay maxuu waan la keenay waxaas waan qofku ku faana injaasaadka kaas way laakin hadda dadka dhahay dhan hada aragtid wuxuu ku leeyahay waska jeclahay wadanka lagu moogaan jir waan sheegnay beensi maradona iska jecel yahay dad iska jecel taas waa qaladkeed waa idana masalada kale أصحابته أقصوا أرورتين إليها فذائي أنت وأمي نبي إليها جعلك نبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان وكوميديا ونقول له قفك رسولك قال له أذيقها لقود داي أنا هاللي دلو ونفتي سنقفك أهر ونبي يري المها والدك وحق لأنك جعلات نبي قال أسكال السفادة سوكال لكن قفك لا أتراهد أنا كورتا عن دينتو مبنان محايري قفك ميت إنو تماني مبنان دينتو أديدي إنو إلى إله يدل أنا إنو له هذا قف يسدلنا أهل ناروة قد كتلفون قالوا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سوري زيفة. الحمد لله أخي. شيخ سوري سؤال بقى طبعا. تنكوات سؤال شهر شهو. سؤال شهو حواي انبا يلا صاحب برنا يبا كبر وقبين بيسوي رحا عقين مركا سيحنا قوحو قيري مركا يسجيرات دقالين بوحو قيري وقفري مكاسي هربنا وحو يري صدح هذي وقفتها نكاز محموية لان وأساسي صدحي بسكرة عليا أخي أردتها صحيح وقضاوي مع دام قبل يدعووني أساقن دعوونا أيو أن أذيقنا أنا هيدنا هذا نيك وحفري وعن كله تلنا علماء ذا مقالي يسجوكت إنو ويدي أردتها السيل لوغو الشيك إن شاء الله لين عكالي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي ورساته بارك الله فيك أخي ما شاء الله نيو حرب يسدح سؤالي لكو ويديو تنكوات مدك وادو حاوي مركان دكان أيو كله صلاة دا كجرو. شيء دانا وحوسا منا مرك أروح يا أبو حلو قلبي يسوق لنا. واقص. مركز أنا صلاة دا كجرو حاسك لها سبحان الله عندها مرك ما بنان تاكو مدل بعد نوحيتها. هاي. مال رمضان. والهردي مرك واصونا مكتاي. مرك وارجودي. واقص. riyadi marka waxba igay mid muqta waa garta waxa marka cili cili ta ka cilinay marka way ku safar baxsadeen waa garta marka waxa sameeyay marka waa si macaansade marka gacanta ayadana isaga waxa sameeyay marka hurda ku jirtaa ma soo jeeda waa hurda anoo hurda waa garta waa garta waxaan ku soo kacay ayagoo oo isoo ka oo waxa janaabti junub ku dhacday ha junub ku dhacay waxaan markaa arkay cilays dhahay waa cili waaye waxaan si sameeyay markaa gacantaan markaa waa si macaansaday ma garad waa garad haso diinta maxay ka tahay inay taas dhahad mid dhahad waxay tahay
nimba wuxuu dhaadi oo farmaajo soo laawayo kala gabadhii saddex dalaaqay igu furan tahay naam ha aydan diin maxay qabtaa saddex su'aal qaba tayib okay su'aalaha waa kaga jawaab dhageys insha Allah qadka telefoonka halow 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 qofkaas aan filay asaga dhinaca kale halow asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ لو سؤال أنا كويدي تنكوات تنكوات بحيث هاي صالحان قف أو مدام إلهي أو ضيب أو إلهي ومدام نظيف وح نظيف ومع قبلها قف أصوغ أو معناها صالحان بلود استعمالها أو حاران قف كاس متسبيح سنكرا أو سبحان سبحان الله أو الحمد لله أو كلي ذكر إلهي بحس كرا من تكوات قفك ما حتري يقول علي قفك معناها صالحان هذا خاتكي سيجارك حرام وصمو ها qofka asagoo markaasi fadhiyo oo marqaamay ama sigaarka caawaya tusbax intuu qaato ma wardin kara macnaa subhanallahu alhamdulillah tusbiix ma sameyn kara oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ma xusi kara koo naam ee mid labaad qofka salaam wuxuu gadaayo in shay oo ganacsi oo xaraan ku jiray ganacsi laga waani ruuxan iska dhaafay kadib uu iska dhaafay hadana uu ku soo laabtay hadana markii dambu dhaafay markii farow ka qaaday laakiin wixii sidii isku dhex jiraan markii maadaama isku dhex jiraan markii wixii xaraan ay yihiin markii sadaqo uu ka dhiibo sadaqadaasi ma loo aqbalaa waa mid kuwaad maxaa dhihi jiray xoolihiin in la kala shaandheeyay ma noqonaysa mise sidaa sabab maxaa dhihi jiray wixii sanadii fuu noqonaya maadaama wixii faraha ka qaaday kee badan xaraashi xaraanta wallahi ma in la xisaabiyo muuqa hadda kala xisaabteeda ma haya hala xisaab insha Allah okay tayib taas wal xisaabina miya ha ah tan markaa qofkan qiilaan tayib ana kaaga jawaab su'aasha dhageys insha Allah halo halo السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوف سؤال حرب أنا سجار كويدي تلفك كان صوع عمركي برنامج كل ما هذا لمر لمر كان كسوع لي إيش شيء دين عكلي ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ ما أنا شيخ تيفيك سكابي تلفك قال هذا Hello. Ha. Awo de lambar ka laf ku qoran yahay way adigu waa sheekh Masiyo. TV iska gaabi. TV asa kula hadlay TV iska gaabi telefoonka igala soo. Waa si gaar iyo raas. Ha bas su'aasha aad sheegay markaa. TV ka daawan TV iska daawan. Sheekh Tuli baan rabaa. TV waa dambeya. TV waa dambeya. ليكاس واك غو اي مردو دينا كلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ سول ما شاء الله الهك بركاته عندك كرو قاد اخي شيخ سول ما شاء الله الهك بركاته الهك حفظ ما شاء الله بارك الله فيك اخي و وحربي التليفون نمبر عندك اد ضعيف ونقنا وحان كره التليفون نمبر كاك عرب سؤال اقاص عربي انا بارك برنامج كل ما سوا على وسين ان شاء الله طيب سؤالك جوابنا ان ولاكو خلو يحيى صلاه ايا كو وسوسا وسواس ايا غلو مركه سبحان الله يرا ما سبحان الله دهين ان انكسو سبحان الله صلاه اجبنينين ان حدنا لكن وحا كو وناكسن مركه شيطان كو وخ كوسو حسسيو دين عبد حنا فيرسد اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان اتراهد وافوفتين دين عبد افوفتين ايا كو وناكسن وكا بخيا وسواس ان شاء الله ان ninkan wuxuu leeyahay ana sooman ayaa janaab ay ugu dhacday may soonkaagu ku jira wax dinbi alleeda ma laha waxaan tafasiishan kale sheegayso ah waxaan qabtay waasi watay iyo wax gacantaad ku jira ma aha mar hadii riwada dhaxdooda ay wax ku riyooto ay wax kaaga yimaadeen soonkaagu ku jira insha Allah oo qubaysa laga raba salaadada tu ka kali su'aashu sadaxad wuxuu yiri nimba wuxuu yiri madaxweynihii hadda madaxweynihii hore farmaajo inuu haduu soo noqon waayo inana xaaskayga furanto waa ka furmaysa haduu qofka talaaqul mu'allaq aliraha haduu taaliq qosameeyo in faalad kada in faa in suuxa sadex dhacaan duu yiraa way furmaysa way jira culimo dhahay dhaar ayaa loo xisaabaya oo kafaaratul yamiin ta dhaarto bixinaya laakiin qolka raajax wax weey noqdo way ka dhacaysa qofkaas qofkiis raax xaaskiisa in hadii dalqo ugu dhimanta soo cishto een mid kale talaaqana yaa lagu ciyaarin waa talawey beeri waa isdilaa iyo asyeela iyo
وحام مقادير وي إله سبحانه وتعالى سنة الكون وي وإسبدليسا لا تركبون الطبق عن طبق عن طبق وي مركا إيمان كا حجسه ومركزته وحاس تاسا ما إسلام تاعي قفرن وحاس تاسا جورك عقدي وعباده وي ميثاق غليد وي هكو عيار إنه وحكستا هسوق لنا إن شاء الله إن ولك الوحورين الله طيب لا يقبل إلا طيب نعم إن الحديث كاس واجد وصحيح إن لكن وحور دتك أوقاتك عنا ذكرك إلهي ما قبنا كران نعم ذكرك إلهي وأفكارك شيء كران أحدي كجور المال نجاسة وصيد وقذافة أوكله أما صوري أوكله مركز أوكله ذكرك الجديد لكن وفق دو أصدق إن جاسة دي كطالع ما كان ويس الآن ويهاي أما وجناب وقبو ذكر إلهي ومباهنو ظهار شرد معها وقفك الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض مركا قفك صعد ملك سوق آخر ذكرك وعبادة كلية أن أباهنين حتى بعد إمام غسال وعلي حتى نيو أباهن طواقل أباهن أقول له وقت كلية وسبحان الله أترى كلية وكو أجر أيكوه ليسا مركا نهدو لكن أمال نجاس جوغو أما نجاس الأحتاجين هاي ونجاس داس حالة وكجر مثل أسوك كاذنا ويكالي حتى مسؤول يكون كاذن بناك أسوق كاذن حتى إنه ذكر إلهي أفكار لا رواه محمد النبي عليه السلام أسوق مر كاذن أي أي أصحاب أسوق أقل مرتين من البنانة مركز السلام عليكم إلى كم جوابته معلنين مركي يا بين مركي لما يستي حاجيد سكوتي ويمد وحجري محمد عي حاجان جودنا ذكر إلهي إن مقع كل شيء جديدنا حالات أسوق كلا جديدة لكن قف إن جناب قباء من الجاس أفكيسة قاد كأدعى أنتي سماه نجاس معها وحارنتي سم نجاسي سماه نه سكر له حارنتي مي مركا كاسو قال ذكر إله وده كرا إن شاء الله. سؤال شنين عكلا لو؟ ألو؟ أفكار سبحان الله لنا وحول دقيسنا تي في ودقيسنا يا. ألو نين عكلا؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا قصولي محمد داقو هاي هاي عليك عدك أقوى قوة يا من مغلى يا عمد عدك أقوى قوة يا أخي هذا من مغلى شيخ ها هذا أكون مغلى ها وحا أحي أسقري وحانا أسقر والبضنت هاي رقبضنا أسقر إسلام هاي مركة وحالي يقول سمي دلعسين وحالي يقول جنرال أنا كنا وح أنقوني أو أندرى ما جرتوا. واقر. ليوسي إنك شاء الله لك ديكو. أما جنرال. يم يأكل ميتا ميتا. عدك أنت دم بواقع قوة أخي. أنت هو الوافع. جعل واقعتي وحلا جعلي. جنرال. وحوي وح أن مركز أنا كسيقوني أو أسميه ما جرين. حشاه جاكدي لكن وانا قبلي مركا دنبي كاس واح انيقا ان كله يمياجر واقرت سواش هذا لنعا كالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وسولي وانكو السلام شيخ بارك الله فيك اخي لبس سؤال ود من روي انكو ايدي تنكوات تنكوات وحاوة بارك الله اذا دقاتك حوم كيس كل قفة دو كجرع سنة يوم حوم كيس محن قنية حولها وكتب المحارم مسوى حلال ما كو حجين كرا وحج ما كو آدي كرا صدقاتي ما كبحين كرا ومثلا مساعدي ما كريسي كرا مدة كلا سؤال شكلا مد صاحبك هوها نبا وحيري فلانتي أو أورا أو للمد يا رؤى أيا وحي قتري waxay igu codsatay dalqadeed inaan maartay siyo aad igu xalalisay marka ay waxa go'o qofka tabaan laba soo qaadanayna insha Allah en walaalku wuxuu leeyahay daraja la siiyay darajadani oo qalada la siiyo leeyahay ma isaahilin dinbi wani ku kusii waadin baabe الحديث كله أها قفك من استعمل رجل قف أسوق وكوش قيست أما إن وهو أدرس هذا أسوق قفك كهبون ناجر تقول النبي عليه الصلاة والسلام أما حتى قول عمر قالوا له إذا قالوا دولة تيريا إنه راه رسولك سوق قيانة مركا قيانة داس دين بقاس كاس خلاف كما تاكنو أما أديك حتى تسوق تهاي وحيتنا قاضنين
وقفك حق بدنيه قفك دو حق درك قصي وعلى ربع إن أنت راد ولا لو ماي أنا حق درك عم قاعدنا حق أساسه أصله لكن ده قادت وحرالك التهي التعاون بالإثم وي وحكو كالميس إنك أصدم بيجاكو كالميس مركي له وتوبكين هذا أسك علي كرت جنن ماذا أسك علي ولكن حول حكم القاتك طبعا حكم قاتك حكم كيسة أصدق ماها حرام لعينه ماها ولذاته سيدنا وصولين حرام لغيره وحلو حرنت ميس بابك له شجرة ماها وجيت واجيت عقارن والعناي لكن الحرام لغيره الله أسبابك له والحمعية لي إن حرام طلب يقول بحده حرام لذاته وحين لي حرام وسيدي قمرض وكل عين تذا حرام أما حرام لغيره أسباب كله أي حرام مثلا نكاح محلل وكله قبر هدو نك وقبر ويرا وقوم كله نك يكون غنى أي محلل نكاح قبل سوء بنانته لكن محلل كحلو حرام تمي حرام لغيره والأساس وكل الله قارك حكم ذي أمرك وحياة بس محايل كليات القمص هي شنت يدو كريمت نفط وحودمي مالك وحودمي عرضي وحودمي نصري دينته وحودمي دينته بقى كسب الله دينته وحودمي عقله وحودمي نفط وحودمي مالك وحودمي عرضي وحودمي أنت سواء وعليه لي محايل مالك وفسهات وعركتين ملها دولة ذا بنك تاجرين مال كاس وقبل حنا أذيك نفسي يسنك قاد كعنا الميز مرصوف كي وبهي ما قاد وقصو قذنا يا وحياة حصلنا أي حرام قطع إن لقى جنع صدنا ما بنا وحق لي حرام تمي أما حاله وحرام تمي حرام لذاتي أما غيره ما بنا لك قاد لكن أبتنينا به أنا قد أوصل مالنا هاي أما شرق أفريقيا أما يمن يوتوبي كل وأنا لقى امتحانه مركا إن وحق بهن تا قرار رسمي أو لقى قاد أرمها سو كله ودت كان لقواني لقوا عي قليو هذي الحرام تمينا إن ودت القريبة نسي تدرجة إنه ساسو كله سمي قمانته سؤال شاسا أقول دم بيسي وقتك أيا قبا قبا واحد دان قلد نفتي دي شيدانك أهاتي هدان سحنا توفيق دي إلهي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.